الله صلى الله عليه وسلم تعلم إضافة هذا الاسم الرباني وهو ما لم يكن به أفضل ما افتتح به المجالس كلام رب العالمين الذي يسبق كل كلام إذ هو أفضل ما يبدا وما يقال وخير ما ينفق فيه المال قراءة القرآن عند الناس كذا روى أئمة القياس يتفضل القارئ المتقن سيد عبد السلام مصباح إمام وخطيب مسجد الرحمة بتردد لتعطير هذه الجلسة الافتتاحية المباركة بتلاوة ما تيسر له من القرآن الكريم بالنغمة المغربية الجميلة المؤثرة فليتفضل سيادته مشكورا معانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله السادة أعضاء مكتب هذه المؤسسة
السادة الأفاضل رؤساء وأعضاء المجالس العلمية، السادة البرلمانيون، السيد نائب رئيس جماعة كاردان، السادة المسؤولون، السادة الفقهاء والعلماء والأئمة والطلبة وكافة ضيوف هذا الموسم المتميز. أيها السادة والسيدة، تحت الرعاية السامية لمولانا أمير المؤمنين عز الله أمره وخلد في المكرمات ديرة، راعي العلم والعلماء وحاضر التعليم العديد، تنظم مؤسسة السوس بالمدارس العديدة وبتنسيق مع وزارة الأوقاف والأمان العام للمجلس العلمي الأعلى وعمالة إقليم كاردان، وبدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجماعة التراجية لكاردان دورتها الثامنة للموسم السنوي للمدارس العتيقة تحت شعار أهمية الأسرة ومقومات نجاحها. وقد توقف هذا الموسم مدة بسبب الوباء، ففقدنا بسبب ذلك الغزو الحميد لأهل القرآن في شوارع كاردان ومساجدها، كما فقدنا نغمة الحزب الرافي والدروس والمسابقات والمحاضرات والندوات والأمداح والمدن العلمية، وكل ذلك يعود مرة أخرى بعد أن أعان الله على بلدنا بالصحة والعافية. حفظ الله ملك المغرب وأهل المغرب وتراب المغرب. أيها السادة والسيدات، في هذه الجلسة المباركة نستمع إلى مجموعة من الكلمات الموحية. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد رئيس محكمة الإدارية للتعليمات، السيد وكيل الملك فيها، السادة رؤساء المجالس العلمية المحلية، السيد رئيس المجلس العلمي المحلي لتمداد ورئيس مؤسسة سوس للمدارس العتيقة، السيدات والسادة أعضاء مجلس العلمي المحلي لتمداد وأعضاء مؤسسة سوس للمدارس العتيقة، السيد رئيس المجلس العلمي لتمداد، السيد رئيس مجلس الجماعة لتمداد بالنيابة، السادة السادة رؤساء السلطات، سادة الأئمة والقيمين والوعاظ والمشرفين للأئمة بتمداد، سيد نائب الخيمي بنظام الأوقاف الشيخ الإسلام بأئمة بتمداد، سيد ناظم الأوقاف بتمداد، سيدات والسادة ممثلي المصالح الأمنية والخارجية، سيدات والسادة ممثلي الإعلام، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية نبدأ بكم اعتذار للسيد معنا في احدى الدورات السابقه لان نظرا التزامات الاداريه خرجت الاراده اللي فيها مناظره جانبيه للتنميه المستدامه. بالتالي كنقول لكم بدعم اولا عن موضوع الدوره، ثانيا عن الرعايه ديال السيد مطانسون في هذا الدوره، وكذلك المجهودات اللي كتقوم بها مختلف أعيد بها، وشكراً لكم. حضرة السيدات والسادة، أود بادئاً أن أرحب بكافة الضيوف والسادة العلماء والفقهاء والأساتذة الباحثين والمفكرين، متمنياً لكم جميعاً مقاماً طيباً، وذلك لحضور أشغال الدورة الثانية للموسم السنوي للمدارس العتيقة، والتي نعدت مؤسسة سوس للمدارس العتيقة على تنظيمها. ولا تفوتني هذه الفرصة للتنويه بالموضوع الذي تم اختياره لهذه الدورة المباركة لأهميته، والذي جاء هذه السنة تحت عنوان أهمية الأسرة ومقومات نجاحها، وكذا لما حظي به من اكتفاء مولودية كريمة ورعاية مولودية الإسلامية لأمير المؤمنين
صاحب جلالة بن محمد السادس نصره الله عليه. هذه الرعاية التي كان لها قدر واضح والإسهام المتواصل في إنجاح كل دورات السابقة والتحقيق على الأهداف النبيلة المتوخاة منها، الشيء الذي أحقق كذلك بفضل تفانيكم وعملكم الدؤوب وصراعكم المتواصل في إنصار وتقوية الأرواح كذلك ورعاية توالتها الغانمة إلى صون الأمن الروحي لكل المغاربة المكفين بمبايعتهم وولائهم المتشدق لأجل المؤمنين حالة الأمير الدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الصاهر على تحقيق الأمن والعيش الكريم للرعايا والوفية. وإن نتشرف بحضور هذا الجمع الطيب لا يسعني إلا أن نشيد بالاجتهاد والتواصل والدور لمؤسسة سوس للمدارس العتيقة من أجل إرساء التواصل العلمي والديني لوفود هذا الإقليم، فالشكر كل الشكر لهذه المؤسسة الموقرة ومن خلالها شخص رئيسي الفاضل سيد يزيد الرمي لما يفتخر به في مهام قيادية جعلت الإمام العزيز بقدامه في تدبير شأن الدين. والشكر موصول كذلك إلى كل شركاء المؤسسة وبدون استثناء والذين ساهموا بشكل مباشر وغير مباشر لإنجاح هذه الدورة التي تنعقد في هذه الأيام المباركة خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان. حضرات السيدات والسادة، فقد حضرت الأسرة بمكانة عظيمة في ديننا الحنيف الذي حرص على أهميتها وكأساس بناء المجتمع، والأسرة هي الخلية الحيوية والأساسية التي تتكون منها جسم المجتمع، فإذا صلحت المجتمع كله. لذلك أهتم الإسلام بالأسرة اهتماما كبيرا وبأسس تكوينها وأسباب دوام ترابطها وجعل قيامها على أسس سليمة كي يرفع مستواها ويقوي أواصر العلاقات بين أفراد المجتمع كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فالأسرة هي اللجنة الأولى والأساسية لبناء المجتمع وإحدى مؤسساته المهمة من الحاضنة الاجتماعية المهمة للفرد. يتسم النصرة في القيم والمفاهيم وأساليب الحياة لتجنب الفرداني والأنانية المفرطة وإيمانه بنجاح الحياة الجماعية التي تتخذ من الترابط والتراحم شعارنا. حضرات السيدات والسادة، إن اهتمام وطن العزيز بقضايا الأسرة اعتده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من خلال إطلاق مجموعة من الأوراش الكبرى خاصة منها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وورشين السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد وغيرها كثير. أيها القدر الكريم، لا تفوتني هذه الفرصة الكريمة للتذكير بالمكانة الخاصة لعلمائنا الأجلة من خلال الرمزية الثانية التي يطلبها مجلسنا العلمي المحلي الموقع، وإلى جانب السادة الأساتذة والباحثين في تناول موضوع مكانة الأسرة ومقومات نجاحها لما له من طول كبير في تعزيز القيم ودوام الأمة وتبليغ الرسالة المعروضة به في التوعية الدينية والانفتاح على كل شرائح المجتمع تقديرا وتوجيها. وفي الأخير أتضرع إلى العلم القدير أن يكون النجاح حليفكم وأن يسدد خطاكم وأن يجعل علماءنا خير سند للأمة ومدرسة مقتدامه وأعمال كل خير في ظل أعداد عشر أيام النجيم وقيادة أمير المؤمنين حارس الأمنية والدين صاحب الجلالة الملك أحمد السادس نصره الله وأيده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سادتي الحاضرين،
كل باسمه وصفته وموقعه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. سادتي، لقد حالت بيننا وبين هذه التظاهرة العلمية والدينية والحضارية جائحة كورونا لمدة 3 سنوات متتابعة، وحرمتنا من هذا التواصل الرباني الذي تدوق إليه الأرواح وتجد فيه القلوب أنسها ومتعتها ولذتها. ولذة المعارف لا توازيها لذة، ومتعتها لا تساويها ولا تفوقها متعة. ورحم الله ابن السوفي القائل في جمع الجوامع: واللذة حصرها الإمام، والشيخ الإمام في المعاني حصرها الإمام يقصد الرازي، والشيخ الإمام يقصد والده. وها هي رحمة الله القريبة من المحسنين، تدخلت أوضاعها فحققت فخففت حدة هذه الجائحة. رحمة الله تدخلت أوضاعها فخففت حدة هذه الجائحة التي نسأل الله عز وجل أن تذهب إلى غير الجائحة، ومكنتنا من عقد الدورة الثامنة من دورات الموسم السنوي للمدارس العتيقة التي نسعد الآن في هذه اللحظات المباركة بافتتاح أشغالها واسترواح ظلالها الوارحة. وقد وقع اغتيال المؤسسة بتوفيق من الله على موضوع أهمية الأسرة ومقومات نجاحها، وجعلته خطة طرح هذه الدورة، واستدعت لتناوله وإضاءة جوانبه ثلة قابلة من الأساتذة المتمكنين والباحثين المتمرسين والخبراء المقتدرين الذين نحيي فيهم بحرارة تجاوبهم التلقائي وتعاونهم البناء. أيها الجمع الطيب المبارك الكريم، لقد شكلت الأسرة اللبنة الأولى في بناء المجتمع، وشكلت المدرسة الأولى التي توضع فيها أسس الشخصية الإنسانية، وشكلت محضن القيم النبيلة ومستنبت الصفات الجميلة التي تتوقف عليها استقامة الحياة البشرية وممارسة الخلافة المنوطة بالإنسان في هذه الدنيا على الوجه المطلوب. فهي بالنسبة للمجتمع كما ورد في كلمة قيمة بسيادة عام لصاحب الجلالة، فهي بالنسبة للمجتمع كالقلب بالنسبة للجسم، إذا صلحت صلح المجتمع، وإذا فسدت لا قدر الله فسد المجتمع. ومركزيتها في صلاح الأمة تفرض علينا أن نحيطها بعناية فارقة ورعاية رائقة، وأن نحميها من كل ما يهدد أمنها واستقرارها، وأن نوفر لها ما يقويها ويجعلها قادرة على تجاوز التحديات وتذليل الصعوبات واقتحام العقبات، لتظل
كما أرادها الله عز وجل مصنع الرجال والنساء ومستنبت حميد الخصال ورشيد الخلال وصالح الأقوال والأفعال. والإنسان ذكرا كان أو أنثى إذا نشأ وترعرع في رحاب أسرة فاضلة وتنفس بملء رئتيه هواءها النقي المنعش واستمتع بدفئها وحنانها وخضع لسخيف توجيهها وانقاد لرشيد أمرها ونهيها يكون سليم الفطرة نقي السرير نبيل الطوية سديد الوجه مرشد المسيرة عالي الهمة قوي الإرادة مؤهلا للبناء والتشكيل والتطوير والتجديد. وإذا نشأ لا قدر الله في أسرة مقطعة الأوصال مختلة الأحوال كان على العكس من الأول ممسوخ الفطرة مختل المزاج فاسد الذوق منحرف التفكير وكان بسبب ذلك عالة على أمته يعرقل مسيرتها ويزرع نشوات في طريقها ويدخلها بسوء تصوراته وتصرفاته في مشاكل لا حصر لها ومآسٍ جمة هي في غنى عنها. ولهذه الاعتبارات كلها سادة الحاضرين السيدات الحاضرات اقتنعت مؤسسة سوس للمدارس العتيقة بأن موضوع الأسرة موضوع الساعة وأن الاهتمام بها ذو أولوية خاصة وأن التفريط فيها لا قدر الله يؤدي إلى انتشار إلى انتصار سلكها واختلال أمرها بل وانتهاء دورها. واختلال أمر الأسرة اختلال لأمر المجتمع كله وانتهاء دورها جفاف لمنبع الفضائل لمنبع الفضل والنبل وانتحار للإنسان وقيمه ومثله. وهدف المؤسسة من اختيار هذا الموضوع وجعله قطب رحى هذه الدورة تحقيق هدفين هامين أحدهما لفت الأنظار إلى الأسرة والتذكير بأهميتها ومركزيتها ودورها الكبير في صلاح المجتمع ورقيه وازدهاره. ثانيهما التعريف بمقومات نجاحها وأسس أمنها واستقرارها واستمرارها وشروط أدائها لرسالتها وتحقيقها لأهدافها. ولا شك أن اقتناعنا بأهمية الأسرة وإدراكنا لمقومات نجاحها هما الطريق القاصد الآمن للعناية بالأسرة والحفاظ على مكانتها العالية التي بوأها الإسلام لها لتظل عش السعادة تنعش أفرادها وكل من حولها بذل الحلال والمودة والرحمة والارتياح وتهب عليه من أفقها نسمات الإنسانية المكرمة المكلفة المؤهلة لممارسة الخلافة الراشدة في الأرض. سادة الأفاضل سيدات الفضليات إن النصرة كما هندسها الإسلام وأرسى أسسها وضبط شؤونها وبنى على السكن والمودة والرحمة علاقاتها الداخلية وعلى التعارف والتفاهم والتعاون والتضامن علاقاتها الخارجية تعتبر أرقى أسرة وأرحم أسرة وأنبل أسرة
ويجب على المسلمين أن يعتزوا بها ويحافظوا عليها بكل قيمها ومثلها ومقوماتها ومنطلقاتها ومقاييسها وموازينها وأهدافها، لأن المحافظة عليها محافظة على محبل القيم الفاضلة والسجايا الحميدة والتصورات الراشدة والاستبصارات النافعة، وإضاعتها إضاعة لمنبع نصيب من منابع السعادة والطمأنينة والاستقرار، ولمنبت خصب جميل من منابت النبل والرشد والطهر والصفاء. ونعوذ بالله من الخذلان ومن السلب بعد العطاء. أيها الجمع الطيب المبارك الكريم، إن من يمن طالع هذه الدورة أن من عليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد بن السادس، كما من حفظه الله على سابقاتها بالتفاتته المولوية الكريمة وأسدل عليها أيده الله ونصره رداء رعايته السامية ورصع جبينها بهذه المروة الغالية التي لها من الأسرار والبركات واللطائف والنفحات ما ينجب المساعي ويصب المراعي ويفلل الأعمال بالنتائج المرضية. تقبل الله من مولانا أمير المؤمنين مبراته المتتالية ومكارمه المتنامية وأفضله المترادفة. سادة الأفاضل، سيدات الفضليات، إن مؤسسة السوسي من المدارس العتيقة وهي تعيش معكم فرحة هذه التضافرة العلمية والدينية والوطنية، وتعتز بتشريفكم لها بهذا الحضور الوازن الذي ضم ولله الحمد الصفوة وجمع النخبة ليسعدها ويقر عينها ويدهش صدرها أن ترحب بكم جميعا أجمل ترحيب، وأنتم ضيوفها الأعزاء وقصادها الأوفياء في رحاب هذا اللقاء الرباني الذي تتواصل فيه القوالب والقلوب وتتعارف فيه الأرواح وتأتلف وتتلاقح فيه الأفكار وتتم فيه صلة الرحم العلمية والدينية والوطنية على أوسع نطاق. كما يسعد المؤسسة والمؤسسة سادتي سيداتي غاية السعادة أن تتقدم إليكم بجزيل شكرها وجميل ثنائها وعميق امتنانها على تكرمكم بتلبية رغبتها وإجابة دعوتها وتأسيسكم لهذا المشهد بخلقكم وهيبتكم ووقاركم وسمتكم وفضلكم ونبلكم وعلمكم وأخلاقكم. تقبل الله منكم جميعا وجزاكم أحسن الجزاء. ولا يفوتني سادتي سيداتي في ختام هذه الكلمة المتواضعة أن أتقدم بصادق الشكر وفائق التقدير والامتنان إلى كل الذين ساندوا المؤسسة وأعانوها على القيام بواجبها وأداء رسالتها، فلولا مساعدتهم ودعمهم المادي والمعنوي لما تمكنت المؤسسة من إنجاز ما أنجزت وتنظيم ما نظمت، بل لما تمكنت من تنظيم هذه الدورة الثامنة من دورات موسمها السنوي للمدارس العتيقة. وإن الواجب الديني والأخلاقي ليفرض علي بعد هذا التعميد أن أخصص وأن أتوجه بباقة خاصة من الشكر والامتنان إلى الجهات التالية. الجهة الأولى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
الجهة الثانية الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، الجهة الثالثة عمالة الإقليم تاردان، وعلى رأسها سيادة العام المحترم الذي يقيم له من المحبة والتقدير ما تنوب بحمله كلمات وعبارات. الجهة الرابعة ولاية جهة سوس مسا. الجهة الخامسة أعضاء المؤسسة جميعا وبدون استثناء. الجهة السادسة الجماعات المحلية التي عاشت شراكة مهمة مع المؤسسة استمرت 5 سنوات، تقبل الله منهم جميعا دعمهم المادي والمعنوي. الجهة السامعة السلطات المحلية والخارجية والأمنية. الجهة الثامنة السادة المرسلون على اختلاف مواقعهم. الجهة التاسعة السادة الباحثون الذين تقدر فيهم المؤسسة وضعهم لعلمهم وخبرتهم رهنها كلما دعتهم إلى الاشتراك وإلى المشاركة في ندوة من الندوات ولقاء من اللقاءات. العاشرة الجهة العاشرة المدارس العتيقة المشاركة في هذه الدورة التي نحيي فيها كذلك تجاوبها وحيويتها وغيرتها على أن يظل هذا الموسم قويا مستمرا إن شاء الله تعالى. الجهة الحادية عشرة السادة فقهاء المدارس العتيقة وطلبتها. الجهة الثانية عشرة السادة رجال ونساء الصحافة والإعلام. الجهة الثالثة عشرة السادة الحاضرون والسيدات الحاضرات جميعا وبدون استثناء. حسن الله مقاصدنا ونياتنا وحقق أهدافنا وغاياتنا وجعلنا قدامنا وخيارا لديننا وأمتنا ووطننا تحت القيادة الرشيدة والسياسة السديدة لمولانا أمير المؤمنين راعي العلم والعلماء ومحب الصلاح والصلحاء صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس أطال الله عمره وأعز أمره وأدام نصره وخلد في سجين المجانين ذكره وأقر عينه وعيوننا جميعا بل وعيون المسلمين بالحفظ والإعهاد المحبوب الأمير الجليل الموهوب مولاي الحسن المتخلق بخلق الحسن والسائر بتوفيق الله بأحسن سنن وشد الله بصر جلالته وقوى عضده بصنوه الرشيد المولى رشيد وأغذق شهابيب الرحمة والغفران وسحابيب المحبة والرضوان على والده المنعم جلالة المغفور له الحسن الثاني وجده المكرم جلالة المغفور له محمد الخامس قدس الله روحيهما ونور ضريحيهما وطيب ثراهما وجعل الجنة مثواهما آمين. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم آمين. شكرا لكم سيدي بارك الله جهودكم وعالمكم. الكلمة الموالية لفضيلة السيد مندوب الخيمي من شؤون الإسلامية الدكتور سعد القادر الكلام وهو في نفس الوقت نائب رئيس مؤسسة الأسس للمدارس العالمية للمختصية للقائد الكريم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين
وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سيدي صاحب السعادة عامل صاحب الجلالة على إقليم تردم، سيدي رئيس المجلس العلمي المحلي لتردم ورئيس مؤسسة سوس للمدارس العتيقة، سيدي رئيس المحكمة الابتدائية لتردم، سيدي وكيل جلالة الملك الابتدائية لتردم، سيدي رئيس المجلس الإقليمي ورؤساء الجماعات الترابية، سادتي رؤساء المجالس العلمية المحلية وأعضائها الفضلاء، سادتي فقهاء المدارس العتيقة الأجلاء وطلبتها النجباء، سادتي أئمة المساجد والأئمة المرشدين، أيها الجمع الطيب المبارك الكريم، كل باسمه الشريف ورسمه المنيف وموقعه ومكانته المتميزة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحمد الله عز وجل إلينا جميعا أن يسر سبل انعقاد هذا الملتقى العلمي الكبير بحضور كوكبة خيرة نيرة من السادة العلماء والباحثين وأهل الفكر والأدب. أسأل الله أن يكلأ الجميع بحفظه فضلا منه وكرما ومنا. حضرات السادة، إن موضوع هذه الدورة الثامنة للموسم السنوي للمدارس العتيقة الذي هو أهمية القصر ومقومات نجاحها يعد من الموضوعات الدقيقة الحساسة في هذا العصر، ومن الواجب على الغيورين من أبناء هذه الأمة إيلاءه ما يستحق من العناية والاهتمام والبحث والتنقيب، لأن الإسلام جعل من مقاصده العظمى تكوين الأسرة على أسس متينة من الدين تحقق التوازن والألفة بين عناصرها باعتبارها النواة الأولى في تأسيس المجتمعات والدول وبناء الحضارات. والمتأمل في مقاصد الشرع الحنيف يرى أنها قد جعلت السبيل الوحيد لتكوين الأسرة هو الزواج بالشكل الذي يحفظ الحرمات، والأنساب ويلبي الغرائز الطبيعية في إطار من العفة والخصوصية، ويحقق لطرفي الزواج ما يبحثان عنه من السكن والاستقرار، وامتن الله عليهما بإسباغ المودة والرحمة على تلك العلاقة الشريفة. وقد نبه القرآن الكريم إلى ذلك في قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والمعنى أن الزواج شركة مساهمة رأس مالها المودة والرحمة، والعلاقة الأسرية هي مؤبدة لا تنتهي ولا تنفصل عراها، فقد حافظ التشريع الإسلامي على هذه العلاقات وصنها حتى بعد انقضاء أجل أصحابها. وما يدل على ذلك أن الإسلام شرع الميراث بين الأقارب بعد موت أحدهم، وجعل نصيب كل وارث حسب قرب صلته بالهالك. وهكذا يتضح أن الإسلام قد كرم الأسرة واهتم بمتانة الروابط والعلاقات الأسرية من خلال
فنصرة المسلمة لا شك في الأصل تحمل دينا عظيما يحمل كل معاني الخير والنوم والطهر وجميل الخصال، صحة في الاعتقاد وكمالا في التشريع والأخلاق ونزاهة في العلم وترفع لتشجيع والندوات في هذا الباب وإنشاء المزيد من الجمعيات النسائية المتخصصة في رعاية وتأهيل الأسرة المسلمة وتركيز اهتمام السلطة الرابعة التي هي وسائل الإعلام بأنواعها لبرامج تثقيفية هادفة في هذا المجال والاستفادة من كل الخبرات والطاقات القادرة على نشر الوعي الأسري الإسلامي وإعداد الباحثين والباحثات المتخصصين في مجال التربية والمرأة والأسرة وتحصين الناشئة ضد المفاهيم المدمرة لهوية الأمة في هذه الموضوعات ولتركيز أفهامهم ولتعزيز ثقتهم وصحة صوابية نظرة الإسلام وفلسفته النيرة في التربية الأسرية كما أن إلى السادة العلماء اهتماما خاصا بهذا المضمار في كتاباتهم ودروسهم وأنشطتهم هو أمر ضروري وله بالغ الأثر والفائدة وأسأل الله عز وجل أن يحالف التوفيق والسداد أعمال هذا المنطقة وأنشطة هذا الموسم المنظم تحت الرعاية السامية لمولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه الراعي الأول للعلم والعلماء والعلماء بهذا البلد الأمين إن ربي على كل شيء حفيظ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه. نحن الآن في مقر مركب إداري بالمجلس العلمي المحلي لمدينة تبتن في مناسبة الموسم الدراسي موسم مدارس العتيقة بسوس في النسخة الثامنة بعنوان أهمية الأسرة ومقومات نجاحها. من خلال هذه الجلسة الافتتاحية التي حضرها السيد العامل وحضر رئيس مؤسسة المدارس بسوس المدارس العتيقة هناك افتتاحية وهناك بعض العروض وهناك دعاء لأمير المؤمنين جلالة الملك السيد حفظه الله والآن انتهينا من الجلسة الافتتاحية وهناك عروض وهناك برنامج حافل من خلال الأسبوع في هذه المناسبة وهذه الندوة الثامنة لمدارس سوس العتيقة وهكذا السيد رئيس المجلس العلمي المحلي ورئيس المؤسسة قام بمجهودات جبارة من أجل عقد هذا الموسم في هذا العام بعد سنوات يعني سنوات طوال ثلاث سنوات بعد الجائحة والآن عادت المؤسسة إلى عقد هذه الندوات من خلال هذا الأسبوع إن شاء الله ستكون هناك عروض ومواضيع ومناقشات وقد حضر هذا الموسم جميع الجهات والطيارات والمؤسسات ورؤساء المصالح كما رأينا ولله الحمد وحضر فقهاء المدارس العتيقة وطلبة المدارس العتيقة بسوس خاصة وقد أتوا من جميع النواحي والأرجاء والأصقاع داخل الوطن وخارجه من أجل الحضور إلى هذه الندوة في نسختها الثامنة بهذا العنوان وإن شاء الله سنرى عروضا فيما يتعلق بأهمية الأسرة وإصلاح الأسرة باعتبار أن الأسرة مكونة من مكونات المجتمع وإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع وكذلك هناك مقومات يعني وسائل التي يمكن أن يعمل بها الإنسان من أجل إصلاح هذه الأسرة والأسرة نواة المجتمع وإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع وهكذا وبارك الله فيكم وحييكم هذا أخوكم حسن تلوز البهوي من مقر المركب الإداري في المجلس العلمي المحلي لمدينة تبتن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.